بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة محاضرات النيوبليجيا، واللي راح يكون عنوانها Molecular Bases of Cancer Carcinogenesis. Objectives of our lecture will be to define tumor oncogenes and tumor suppressor gene, to state the most common genetic lesions in cancers, and to describe the multi-step process of carcinogenesis. حتى نفهم محاضرتنا لهذا اليوم نحتاج أن نلقي نظرة على هذا المخطط. هذا المخطط يوضح لنا شلون تتحول النورمال سيل نتيجة لي دي ان اي دامج يصير بيها من نورمال سيل إلى ترانسفورمد سيلز with clonal expansion of these transformed cells، وبعدين يصير بيها progression ثم تتحول إلى fully malignant neoplasm with ability to invade and metastasize. شلون تتحول الخلية من normal إلى transformed cell؟ لازم يصير بيها الشيء أساسي اللي هو DNA damage leading to mutations. إذا لازم يصير عندي DNA damage بالnormal cell leading to mutations حتى تتحول من normal cell إلى transformed neoplastic cell. هذا الدامج شلون ممكن يصير؟ هذا الدامج يصير ممكن نتيجة تعرض النورمال سيل إلى عوامل خارجية acquired environmental DNA damaging agents مثل chemicals, radiation or viruses. كلها ممكن تأثر على سلامة الـ DNA وتسوي بيه damage، لكن النورمال سيل المفروض يكون عندها قابلية أن شو تسوي؟ تسوي successful DNA repair، successful DNA repair، وبالتالي ترجع إلى الوضع النورمال. لكن إذا عندي خلل بهذه الميكانيزم مال الـ DNA repair، فإنه الـ DNA damage راح يبقى بالسيل failure of DNA repair، وبالتالي يصير عندي mutations in the genome of the somatic cells. هاي طريقة. الطريقة الثانية اللي يصير بيها الـ mutations أو الـ DNA damage إنه تكون هذه الـ mutations هي already inherited in the germline. So inherited mutations in genes either those affecting the DNA repair or those affecting the growth or the apoptosis راح تكون acquired sorry راح تكون inherited in the germline، وبالتالي الخلية تكون already mutated. إذا ال DNA damage either due to acquired factors أو the mutations هي أصلا تكون inherited in the germline. هذه الميوتيشنز شلون تحول الخلية من نورمال إلى ترانسفورمد؟ أنه إذا كانت الميوتيشنز بجينات معينة، مثلا إذا كانت هذه الميوتيشنز بجينات معينة مسؤولة عن الgrowth of the cell، يعني when these genes are activated the transformed phenotype will occur، يعني إذا صار activation بالجينات المسؤولة عن الgrowth of the cells راح تصير عملية الـ growth والـ replication، وهي هاي مجموعة نسميهم احنا بالـ tumor oncogenes or proto oncogenes. إذا صارت mutations بيهم نوعها activating mutations، فإنه احنا نروح باتجاه الـ replication والـ growth اللي قد يكون uncontrolled or unwanted، وبالتالي يصير عندي neoplasm. أو إنه تصير الميوتيشنز بمجموعة من الجينات اللي إحنا نسميها التيومر سوبرسر جين. يعني شنو تيومر سوبرسر جينز؟ يعني هذول مجموعة من الجينات وظيفتهم الطبيعية في الحالة الطبيعية بالنورمال ستيت إنه يحمون الخلية من الـ uncontrolled growth and replication. يحمون الخلية من الـ uncontrolled growth and replication. يعني إذا كانوا يشتغلون طبيعي شو يسوون؟ ما يخلون الخلايا اللي هي مشكوك بأمرها شكلها بيها DNA damage، شكلها بيها mutations و abnormal واحتمال تتحول إلى neoplastic transformed cells، رأساً يسوون خطوات معينة حتى يمنعون the growth and replication of such cells. فإذا صار عندي mutations نوعها inactivating mutations بهذا الجروب من الجينات راح تحولها إلى جينات معطلة، فبالتالي احنا نشجع على الترانسفورمد phenotype to occur. إذا صار activation بالجينات المسؤولة عن الجروث اللي تحفز الجروث اللي هي tumor oncogenes، أو إذا صار بالعكس inactivation تثبيط بالجينات المسؤولة عن حماية الخلية
من التحول للنيوبلاستيك ستيت راح ممكن يصير عندي unregulated cell proliferation وبالتالي neoplastic and clonal expansion of the transformed cells. ممكن limitations تصير عندي بمجموعة أخرى من الجينات تكون مسؤولة عن الأبوبتوسيس. يعني شنو؟ يعني أنا عندي الخلية اللي قدرنا نصلحها ونسوي بيها successful DNA repair ورجعت normal cell راح تكون خلية مرحب بها ونسمح ببقائها. لكن normally لو المفروض يعني المفروض normally لو ما صار DNA repair وبقى عندي DNA damage وميوتيشن الجسم راح يعرف انه هذه الخلية هي خلية abnormal وما تم اصلاحها وغير ممكن اصلاحها فراح يحولها الى طريق الابوبتوسيس راح يقتلها. اوكي، فاذا either انه يتصلح الدي ان اي ريبير او انه يقتلها. لكن اذا ما تصلح الدي ان اي ريبير و سوري ما صلح الدي ان اي دامج وكان عندي خلل بالجينات المسؤوله عن الابوبتوسيس يعني ما راح يصير بها ابوبتوسيس وراح تبقى ترانسفورمد مالجنان سيلز وتستمر بالجروث اند ريبليكيشن. فالنتيجه راح تكون ان ريجوليتد سيل بروليفريشن with decrease apoptosis. Decrease apoptosis راح يصير عندي clonal expansion of these transformed cells. زين، حتى يصير عندي clonal expansion والخلية اللي صار بيها genetic damage واللي صار بيها mutations راح تكبر وتسوي mass، لكن هذه الماس still in need for other mutations or other factors تساعدها to survive and grow. فالماس من تكبر ايش تحتاج؟ تحتاج الى blood vessels حتى يصير عندها blood supply، فراح يصير عندي عملية angiogenesis، راح يكون عندي اكو جينز مسؤولة عن تكوين المواد اللي يحتاجها التيومر بعملية الانجيوجينيسيس، مثلا الفاسكولار endothelial growth factor. هذه كلها اذا صار بيها activation راح تشجع التيومر على الاستمرار بالجروث والانقسام. نحتاج ايضا ان يصير عندنا escape from body immunity حتى الخلايا مال جسمي لا تقدر تظل تتعرف عليها كفورن سيلز وبالتالي تحاول ان تقتل هاي التيوميرال سيلز. اذا تحتاج هذه التيوميرال سيلز ان تطور من نفسها وتخترع لها شغلات ويصير بيها ميوتيشنز اضافيه حتى escape from the body immunity. With additional mutations التيومر ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه تيومر progression. يعني شنو progression؟ راح يتحول التيومر الى اكثر عدائيه. بالبدايه كان عندنا خليه وصار بيها transformation، بعدين صار بيها clonal expansion، سوت mass، اخذت blood vessels، انهزمت من الاميونيتي مال البودي، additional mutations تصير بيها، كلها هذه دا تساعدنا على التحول نحو more aggressive phenotype. الخليه هسه بعد صارت عدائيه اكثر، صار ما حد يقدر لها، صار لها قابليه ان تسوي invasion، ما تبقى بمكانها، تروح تسوي metastasis and finally kill the patient. هذه احنا نسميها بالتيومر progression، حتى تتحول من خلايا يعني من تيومر كان يستجيب ممكن في البداية إلى أنواع معينة من الدراجز والكيموثيرابي، لكن مع تطور الميوتيشنز بي زين صار ما يستجيب لهذا العلاج ويحتاج أن نغير الريجيم كله مال كيموثيرابي and so on. هاي العملية اللي هي نسميها التيومر بروجريشن. إذا هذا هو ملخص المحاضرة مال اليوم، شلون تتحول الخلية من نورمال إلى ترانسفورمد ومالجننت نيوبلازم، شلون يصير الدي ان اي دامج واللي لازم يصير للريبير اذروايز يصير ابوبتوسيس. لكن إذا عندي خلل بالريبير، خلل بالابوبتوسيس، عندي اكتيفيشنز بالتيومر اونكوجينز، عندي inactivation بالتيومر سبريسر جينز، كلها راح يؤدي إلى unregulated cell proliferation with decreased apoptosis. So non-lethal genetic damage lies at the heart of carcinogenesis. Such genetic damage or mutation may be, مثل ما قلنا, acquired by the action of environmental agents such as chemicals, radiation, or viruses, or it may be inherited in the germline. The tumor mass result from clonal expansion. وخذنا بالمحاضرة السابقة ايش نقصد بclonal. clonal يعني انه خلية وحدة هي اللي صار بها هذا genetic damage لكن صار بها replication and growth لحد ما سوت لي الفاينل tumor mass.
So the tumor mass resulted from the clonal expansion of a single progenitor cell that has incurred genetic damage so that the tumors are monoclonal. We have four classes of normal regulatory genes. مسؤولة عن حماية الخلية أربع أنواع من الجينات. جينات نسميها growth promoting. Growth promoting يعني هي تحفز على ال growth and replication، واللي سميناها بالoncogenes، وهذه أحتاج بيها تصير activational mutation حتى شو تسوي؟ حتى تسوي التيومر. المجموعة الثانية هي growth inhibiting tumor suppressor genes، واللي أحتاج أن يصير بيها inactivation mutation حتى يصير عندي نيوبلازم. المجموعة الثالثة هي genes that regulate programmed cell death اللي هو الأبوبتوسيس، فأحتاج أن يصير عندي either activation بالجينز اللي هي anti apoptotic، أوكي، بحيث ما يصير عندي apoptosis، أو يصير عندي inactivations بالجينات المسؤولة عن الأبوبتوسيس فما يصير عندي apoptosis. يعني الهدف أنه ما يصير عندي apoptosis. كذلك عندي مجموعة من الجينات تكون مسؤولة عن الـ DNA repair، هذه هي تصلح الـ DNA damage إذا صار، فهمين إذا صار خلل في عملها معناته يصير عندي tumor. So these genes are the principal targets of genetic damage. The genetic alterations in tumor cells confer growth and survival advantages over normal cells. أول جروب اللي حكينا عنه اللي هي الأونكوجينز، واللي قلنا هي جينات induce a transformed phenotype when expressed in cells. Example are the RAS and the MYC oncogene. They are considered dominant because mutation of a single allele can lead to cellular transformation. إذا أحتاج genetic damage أو أحتاج mutations أن تصير فقط في واحد من الأليلات المسؤولة عن الأونكوجينز حتى الأونكوجين كله يصير mutated. أوكي؟ فهو dominant in action. هسه من هم الأونكوجينز؟ إحنا قلنا عرفنا إن عملهم هو induce a transformed type when expressed in cells. ليش؟ لأنه هي growth promoting. طيناكم مثال هي الراس والمايك، وهسه تتساءلون هاي شنو راح تنحفظ؟ شنو الراس؟ شنو المايك أونكوجين؟ الأونكوجينز هي منو؟ إذا نجي على هذه الصورة، هاي الصورة هي شنو؟ هي صورة خلية. هذا هو السيل ميمبرين، وهذا سيتوبلازم، وهذا النيوكليوس. النورمال سيل حتى يصير بيها growth and replication عندي خطوات. الخطوة الأولى هو أن يرتبط growth factor بgrowth factor receptor موجود على السيل ميمبرين، ويرسل إشارات for example عن طريق الراس، يحوله من inactive إلى active state، ويحفز الماب كاينيز باثوي حتى ينطي إشارة إلى مجموعة الترانسكريبشن فاكتورز الموجودة في داخل النيوكليوس ولوظيفتها تصنيع البروتين، وبالتالي تساعد على الجروث أند ريبليكيشن. يعني أحتاج جروث فاكتور يرتبط بريسبتر، ينطي رسالة عن طريق الراس ويسوي اكتيفيشن للماب كاينيز باثوي، ويروح يسوي اكتيفيشن الترانسكريبشن فاكتورز حتى يصنع بروتين ويبدأ بعملية الجروث أند ريبليكيشن. فإذا الجينات المسؤولة عن أي واحد من هذول اللي ذكرناهم هي أونكوجينز. ليش؟ المسؤولة عن الجروث فاكتور هي أونكوجين، لأن لو صار بيها activational mutation بحيث الخلية تقوم تصنع الجروث فاكتورز اللي تحتاجها حتى تنمو وتنقسم بدون أن يجيها growth factors من برا ويقولها انقسمي. يعني احنا نورمال احنا نحتاج growth factor يجينا حتى يقول لنا انقسموا، لأن اكو نيد، لأن اكو body growth، لأن أكو عندي wound healing، لأنه عندي inflammation. لكن الخلية النيوبلاستيك هي مو تحت السيطرة. ليش؟ لأنه هي مسوية activations للأونكوجينز المسؤولة عن إنتاج growth factors اللي تحتاجها. فإذا الجينات المسؤولة عن growth factors هي أونكوجين. الجينات المسؤولة عن growth factor receptors هي أيضا أونكوجينز. ليش؟ لأنه ممكن الخلية تقوم تصنع عدد كبير من growth factor receptors، بحيث أي كمية قليلة تستلمها من الجروث فاكتور تقوم تشتغل وتسوي growth and replication، أو أنه تصنع لها في الجروث فاكتور receptors mutated. شلون؟ أنه هي دائما active
بغض النظر اتصل بيها جروث فاكتور او ما اتصل بيها جروث فاكتور، يعني هي اوريدي تكون ميوتيتد جروث فاكتور ريسبتورز، دائما تكون اكتيفيتد، دائما تنطي رساله للراس انه اني احتاج جروث. اوكي، معناته هذا راح تصير ايضا الامور خارجه عن السيطره وما اقدر اتحكم بيها. او انه الراس بدل ما يكون هو inactive diphosphorylated بحيث يحتاج الا ارتباط من جروث فاكتور بريسبتر يلا يتحول الى الاكتيف ستيت اللي هو تراي فوسفوريليتد، هنا قد يكون هو اوريدي ميوتيتد بحيث هو دائما اكتيف ودائما ينطي للخليه اشاره انه تعالي خلينا ننقسم ونسوي خلايا عديده. اوكي، بدون الحاجه الى هذا الانقسام، هذا اللي احنا نسميه بال uncontrolled cell growth and replication. اذا الراس يعمل كأونكوجين. الماب كاينيز باثوي ايضا نفس الشيء، اي ترانسكريبشن فاكتور داخل النيوكليوس ممكن يعمل كأونكوجين. نتخيل المايك، المايك هو ترانسكريبشن فاكتور يصنع البروتينات من الار ان اي والدي ان اي مال الخلايا حتى يساعد بعمليه الانقسام. فاذا هو يحتاج الى رساله من الماب كاينيز باثوي ومن الراس اللي ياخذها من الريسبتر ياخذها من الجروث فاكتور يلا يصير بأكتيفيشن وبالتالي يصنع البروتينات ويشجع الخليه على الانقسام. لكن اذا هو already activated by activation mutation فإذا راح يعمل كأونكوجينز ودائما يحفز السيل سايكل بروجريشن. زين، المجموعة الثانية اللي هي مجموعة تيومر سبريسر جين، واللي قلنا هي مجموعة من الجينات شغلها normally prevent uncontrolled growth، هي normally مفروض تحمينا من uncontrolled growth. شلون؟ هسه نعرف، بس نقول انه هي normally prevent uncontrolled growth so when mutated or lost from a cell allow the transformed phenotype to occur. واخذنا مثال هال RB وال P53. هذول شلون يشتغلون كتيومر سبريسر جين؟ هذول قاعدين بالسيل سايكل مثل حراس، ال RB واقف على السيل سايكل مثل حارس او تشيك بوينت، شرطي مرور. الخلية حتى تنقسم لازم تمر بال cell cycle من الـ G1 إلى الـ S ثم إلى الـ G2 ثم إلى الـ M اللي هي مرحلة الميتوسيس والـ replication. فالخلية حتى تنقسم زين ما تمر الأمور بهالشكل، وإنما دائما أكو عليها فد check points. أوكي، الـ check points هذه شنية؟ هي مجموعة من نقاط السيطرة اللي تبقى تشيك الـ cell size، availability of nutrient، availability of growth factors، هل اكو DNA damage او لا. اذا كل هذه النقاط اوكي تسمح للخلية ان تنتقل من مرحلة الى اخرى. اوكي، ودائما اكو check points قبل الانقسام النهائي، مثلا هنا اخر check point يكون cell size اوكي لو كلش كبير او كلش صغير، يعني اذا normal او abnormal. وكذلك الـ DNA replication هل تم بطريقة normal لو اكو فد damage لو اكو فد mutations يلا اتعبرها الى الـ M state، وبالتالي بعدين يصير عندي شنو؟ انقسام. فمثلا الـ RB وين قاعد؟ RB هذا الجين هو تيومر سبريسر جين، قاعد على الانتقال من الـ G1 للـ S2، دائما يشيك هذه النقاط. فإذا شاف اكو مشكلة بيها او DNA damage رأسا يوقف الـ cell cycle progression والخلية يتوقف نموها وانقسامها. اوكي، لذلك احنا سميناه governor، حاكم او شرطي قاعد. هي مجموعة من الكلاسيك تيومر سبريسر جين مثل الـ RB where a mutation of genes lead to transformation by removing an important break on cellular proliferation. فnormally الـ RB شو يسوي؟ exert anti-proliferative effect، ما يخلي الخلية تنقسم بكيفها، by controlling G1 to S transition of the cell cycle. In its active form وشغال وحباب normally الRB binds to transcription factors and prevent the transcription of genes like cyclin E that are needed for DNA replication. يعني حتى تمر cell cycle من G1 للS أحتاج cyclin. cyclin هو هي الأشياء اللي تمرر بالسايكل اللي تمشي السايكل، فcyclin E اللي يوجهها من G1 للS. منو يعيق عمله؟ يعيق عمله الRB لأنه يمنع الترانسكريبشن مالته. ليش يعيق عمله؟ لأنه هو شرطي واقف، إلا يتشيك الأمور تمام يلا يسمح بالانقسام. أوكي؟
فالخلية إذا ما إذا أمورها مو تمام أو إنه ماكو need for replication، يعني ما إجا growth factor signals، هو يسوي arrest للخلية بالجيوان. لكن لو كانت الأمور normal وإجا growth factor signaling، شو راح يصير؟ راح يصير inactivation بالRB، وبالتالي release للترانسكريبشن فاكتورز مثل السايكلين and inducing growth. هاي بالحالة النورمال انه ال RB active يمنع الترانسكريبشن مال السايكلين، وبالتالي يمنع انتقال الجي 1 للاس اللي يشيك الامور تمام او لا. زين، فمن تجي growth factor signaling يعني يلا مشي السايكل، هاي بالنورمال ستيت، راح يسوي inactivation لل RB وبالتالي يطلع لنا السايكلين اي ويمشي السيل سايكل. تمام، لكن اذا كان هذا صاير بي ميوتيشن نوعها inactivation، يعني ال RB ما يشتغل، فدائما السيل سايكل تكون ماشيه ودائما الخليه هي في حاله انقسام وتضاعف، سواء جاها growth factor signaling او لا، او سواء اكو مشكله بالدي ان اي او بالسيل سايت او بالنيوتريانت او لا، راح تروح اهم تشيك بوينت اللي هي ال RB. So loss of cell cycle control is fundamental to malignant transformation. عندنا بعض الأمثلة على الفيروسز اللي ممكن تصير carcinogenic viruses مثل ال HPV human papilloma virus اللي يسوي cancer مال female cervix. هذا شي يسوي؟ هذا encode proteins مثل ال E7 ترتبط بال RB وتخليه non-functional. يعني مثلا اكو بعض الفيروسات تعتبر carcinogenic viruses. شلون تشتغل carcinogenic؟ انه تعطل عمل احد التيومر سبريسر جينز المهمه اللي هو الار بي. شلون؟ انه تفرز بروتين اسمه اي 7 يرتبط بيه ويعطل عمله. التيومر سبريسر الثاني سميناه الجارديان اوف ذا جينوم اللي هو البي 53 تي بي 53 اللي هو اهم تيومر سبريسر جينز ينضرب عندنا بالتيومرز. هذا الفانكشن مالته كتيومر سبريسر جين شلون؟ هذا يسوي دامج كنترول، اوكي، يسوي كنترول على اي دامج، لذلك نسميه دامج كنترول ريسبونس الاكشن مالته. هذا دائما يتحسس الدي ان اي، دائما يتحسس الدي ان اي بي دامج او لا. اذا شاف اكو دي ان اي دامج راح يسوي راس الريست بالسيل سايكل، اوكي، يوقف البروليفريشن، يروح يجيب الدي ان اي المسؤوله، سوري، الجينز المسؤوله عن الدي ان اي ريبير حتى يسوي ريبير. إذا ما صار ريبير يحول الخلية نحو الأبوبتوسيس. إذا نشوف شلون حمانة، سوى سيستيشن للبروليفريشن، سوى اكتيفيشن للدي ان اي ريبيرنج جين، or if the damage is too great to be repaired the induction of apoptosis. اوكي، هاي كلش مهمة اللي هي عمل ال بي 53 كتيومر سبريسر جين. The guardian of the genome is a prototypic tumor suppressor gene of this type, هو ال P53. The tumor suppressor gene P53 is the most commonly mutated gene in a human cancer. تبقى عندنا المجموعتين الأخرى اللي هي genes that regulate apoptosis والجينز اللي هي involved in DNA repair، أيضا حكينا عنهم من قلنا إنه إذا صار activation للأنتي apoptotic أو inactivation للأبوبتوتيك، inactivation للأبوبتوتيك genes راح تشجع عملية إنه ماكو apoptosis وبالتالي transformation to occur. وكذلك عندي الجينات المسؤولة عن الـ DNA repair، إذا صار بيها inactivation and mutation أيضا يصير عندي transformation. هسه ناخذ شنو هي genetic lesions اللي ممكن تصير بالكانسر بحيث تخلي هذه الجينات either activated or inactivated. شنو نوع هذه الليجنز اللي تصير؟ ممكن تكون septal، يعني just point mutations or insertion or deletions. ممكن تكون لا والله large with karyotypic changes. ال point mutations can either activate or inactivate the resulting protein product. فالبروتو اونكوجين شحتاج بيها activating mutations. التيومر سبريسر جين احتاج بيها شنو؟ ان اكتيفيتنج ميوتيشنز. سو ان بروتو اونكوجين such as الراس والاي جي اف ار، شنو اي جي اف ار؟ اندوثيليال جروث فاكتور ريسبتور، اذا يعمل كونكوجين، اوكي، will result in over activity of the protein. And in tumor suppressor genes such as those affecting the RB or TP53 genes
reduce or disable the function of the protein. The common types karyotypic changes in tumor cells are ممكن يصير عندي أيضا balanced translocation، يعني جزء من الكروموسوم يروح يتبادل مع كروموسوم آخر، أو deletion يعني جزء كبير من الكروموسوم ممكن يروح، gene amplification جزء من الكروموسوم يصير بـ amplification يتضخم. مثال هنا أنا عندي على البالانس ترانسلوكيشن هي ما يحدث بالبيركت لنفوما وما يحدث بالكرونيك مايلوجينس لوكيميا، هذول أمثلة شو ممكن يصير البالانس ترانسلوكيشن يؤدي لي إلى ميوتيشن تسوي لي تيومر. عندي الكروموسوم 8 والكروموسوم 14 هذول نورمال، بكروموسوم 14 اكو اي جي جين، واكو بالكروموسوم 14 اكو منطقة قلنا هي الاي جي جين، وبكروموسوم 8 اكو المنطقة المسؤولة عن المايك اونكوجين نتذكر اللي كان ترانسكريبشن فاكتور. هذه منطقة الاي جي جين بالكروموسوم 14 اي شيء يجي يمها تسوي له اوفر اكسبريشن، فهذا قاعد ب 8 ما مسوي شيء، هاي قاعدة ب 14 ما مسوي شيء. إذا صار بيناتهم translocation 8-14 تجي المايك يم الـ IgG وبالتالي يصير بيها شنو increased microprotein expression، وكأنما صار عندي activation mutation. بالـ chronic myelogenous leukemia شي يصير؟ يصير عندي translocation بين كروموسوم 9 وكروموسوم 22، بكروموسوم 22 أكو منطقة اسمها BCR locus ما تشتغل ولا لها function، بكروموسوم 9 اكو الـ ABL oncogene ايضا ما يشتغل. اذا صار translocation بين 9 و 22 راح يصير عندي فد هبريد جين اسمه BCR ABL او ABL BCR هبريد جين، جين جديد هذا، لكن ايش يشتغل؟ يشتغل كـ oncogene. ليش؟ لان يحفز التيروسين كاينيز. اوكي، اذا هذه مثال انه شلون translocation ممكن تسوي لي تيومر. Balance translocations contribute to carcinogenesis by overexpression of oncogene مثل ما صار بال مايك من راح من كروموسوم 8 إلى 14 صار بـ overexpression، أو generation of novel protein مثل ما صار بين ABL وال BCR بال translocation بين كروموسوم 9 و 22 بال CML with altered signaling capacity. الديليشنز إذا يريد يصير طبعا نتوقع أن كروموسوم يصير بي ديليشن، ففيل ما راح يشتغل فإذا يسوي inactivation. So deletions frequently affect tumor suppressor genes. ليش؟ لأنه هي هذه الجينات اللي أحتاج يصير بيها inactivations حتى ما تشتغل حتى يصير عندي تيومر. بينما الجين amplification يعني جزء من الكروموسوم راح يتضخم وينتج لي كمية أكبر، إذا نتوقعها affect منه affect الأونكوجين. ليش؟ لانه انا احتاج الاونكوجين ان يزداد الاكسبريشن مالتها حتى يصير عندي تيومر. اكزامبل على الديليشنز هو اللي يصير ويا الار بي تيومر سبريسر جين، واكزامبل على الجين امبليفيكيشن هو ما يصير ويا الان مايك ترانسكريبشن فاكتور اللي يكون امبليفايد بالهيومن نيوروبلاستوما، فنوع من انواع المالجنسيز. آخر موضوع عندنا اللي هو الكارسينوجينيسيس مالتي ستيب بروسيس، أو نريد نحكي به على تيومر بروجريشن، إنه بالبداية من يصير عندي نورمال سيل ويصير بيها فد كارسينوجين انديوس تشينج ويصير ترانسفورمد سيل، ويصير بيها بعدين شنو كلونال اكسبانشن، بحيث نعرف إنه الفاينل ماس مال التيومر هي كلها جاية من سنجل بروجينيتور سيل. لكن اللي صار إنه هذه السنجل بروجينيتور سيلز أثناء رحلة تكوين التيومر تعرضت إلى هواية من الميوتيشنز، صار بيها خصائص متعددة بحيث صارت ويا مرور الوقت أكثر عدائية. بالبداية أخذت وقت طويل اللي سوت لي ماس صغيرة، ثم هذه الماس مع مرور الوقت قدرت أنه الجسم بعد ما يقدر يحمي نفسها من عنده، تغلبت على الاميونيتي، قامت تسوي invasion، قامت تجيب blood vessels وتسوي angiogenesis حتى تكبر أكثر، وشوية شوية قامت تقدر تسوي metastasis، قدرت تتغلب على certain chemotherapy. زين، فقلنا نحتاج إلى chemotherapies أخرى وأقوى حتى نقدر نتخلص من recurrent tumor and so on. فهو صح monoclonal، صح كل جاي من خلية واحدة،
لكن هذه الخلية الوحدة صار بيها many mutations، والتيومر النهائي راح نشوف انه بصفات متعددة تختلف عن الترانسفورمد سيل الاولانية، صار require fewer growth factor حتى ينمو، صار non antigenic بحيث ما قدر البادي يتعرف عليه فورا، صار more invasive more metastatic. هذه العملية هي نسميها احنا بالتيومر بروجريشن، تحول التيومر الى تيومر اكثر عدائية. الجينيتيك ايفولوشن اند سيلكشن كان اكسبلين تو اوف ذا موست بيرنيشيوس بروبرتيز اوف كانسرز، اللي هي تندنسي فور كانسرز تو بيكم مور اجريسيف اند ليس ريسبونسيف تو ثيرابي وذ تايم. When tumors reoccur after chemotherapy, a recurrent tumor is almost always resistant to drug regime if it is given again, and this acquired resistance too is a manifestation of selection. Acerbic clones imparting drug resistance survive and are responsible for tumor regrowth. فقط الخلية اللي قدرت تتجاوز الكيموثيرابي الأول اللي بشطارتها قدرت تتغلب عليه هي هذه اللي راح يصير بيها growth and replication، هذا اللي احنا نسميه selection. لذلك من هاي الخلية اللي انهزمت من الكيموثيرابي الأول ورجعت مرة ثانية صار عندي recurrence بالتيومر، يعني عودة للتيومر السابق بعد كذا مدة، صارت ما تستجيب للعلاج الأول لأنه هي من أول مرة حمت نفسها من عنده، فأحتاج إنه أغير هالمرة علاجاتي وياها، احنا نسميها resistance. Thanks for listening.